طب ماذا ستفعل أنت بقى ككاتب سيناريو في هذه الحالة؟ الحتت دي بقى يا إما بنحاول على قد ما نقدر نطلع معلومات، على قد ما نقدر نرسم بيها صورة للناس، نقرب الوضع كان عامل إزاي وقت الأحداث دي. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن إحنا بنتجاهلها، مش بنتجاهلها بشكل كامل، ولكن بنعدي عليها كده مرور الكرام، لأننا ما نعرفش ما نعرفش ايه اللي حصل، وما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش احط وجهه نظري انا، ما اقدرش احط وجهه نظر دكتور من الدكاتره الافاضل اللي كانوا بيراجعوا معايا. في الاخر اللي بيحكمنا واللي بيحكم السكريبت هو المصادر والماده العلميه، هل ده حصل ولا ما حصلش. استاذ محمود رشاد، يعني قطعا وانتم بتصوروا هذا العمل الجميل جدا جدا كان هناك صعوبات، ايه اللي قابلكم من صعوبات؟ الصعوبات طبعا في المشاهد الوثائقيه كانت الصعوبات انه عدد ساعات العمل والشمس الحارقه والاماكن بتبقى غير مؤهله لاستقبال كرو تصوير ومعنا فنانه زي استاذه سوسن بدر. أيوة. والايام كانت طويله قوي، كنا بنصحى كل يوم الساعه 4 فجر نركب المركب في الاقصر بالتحديد، نعدي الناحيه الثانيه على ما ننقل المعدات والكاميرات وبتاع، تبقى الشمس بتطلع، نشتغل من ما الشمس تطلع لحد الشمس تنزل. وكان بنقسم بقى كمان المشاهد على حسب مكان الشمس، يعني لو الشمس عمودية نخش نصور حاجة داخلي عبال ما الشمس تتكسر فنطلع بره تاني. فدي كانت صعوبتها في الدراما اللي في الموسم التاني بالتحديد. كان معانا مجاميع، كان معانا ديكورات اتبنت في شارع في اسكندرية القديمة بنيناه كله تقريبا خارجي وداخلي، مراجعة الديكورات دي والتحكم في حركة المجاميع، وفكرة ان السكريبت كمان في الفترة دي كان مكتوب بالقبطي، فلما الناس هتتفرج على الحلقة هم هيقروا الكلام مترجم تحت المشهد. فاضطرينا نحفظ الممثلين ان هم مش بس يقولوا الكلام، هم يمثلوا باللغة المصرية القديمة او اللغة القبطية. ونجحوا في هذا؟ في منهم كانوا هايلين، يعني في منهم بجد كانوا هايلين، وانا تعمدت ان انا احنا رحنا دورنا على هم كلهم وجوه شابه، بس رحنا دورنا عليهم في الفرق المسرحيه بتاعت الكنائس. هم ما بيتكلموش قبطي. أيوة. ولكن أيوة. على الاقل هيبقوا يعني سمعوا اللغه قبل كده وبيغنوا بيها في الكنيسه مظبوط. فجبناهم كلهم تقريبا من 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 فرق المسارح الكنسيه، ويعني انا انبهرت. طب اختيار ذكي الحقيقه، وانا انبهرت بيهم جدا جدا، لان حسيت انه الفرق المسارح دي فيها مواهب ما حدش يعرف عنها حاجه يعني. فكويس ان هم على الاقل طلعوا في ام الدنيا.